سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. ما تديوش على المسكه، احتراما لواحد المتتبعه ديما كتقول لي ملي تكوني تنضغي المسكه ما ديريش فيديو باسكو ما كيعجبلهاش ديك الصوت. المهم كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم فيديو جديده. المهم انا خارجه في الطوموبيل اليوم غير بوحديتي، خليتها في الدار مع بابا بيان سور. المهم انا خارجه مشان الكارفور وغادي نضرب دويره لاكسو شحال هادي ما شفتو صراحه، توحشتو. وميمتو علاش خارجه؟ ديجا خارجه باش نلقى حل ديك الماكينه. شكرا بزاف 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 لكم وحده بوحده البنات، كل وحده نصحتني بديك الشيء على الماكينه ديالي ديال المعنات. شي وحده اللي قالت لي طفيها زعما حيدي لها البريز وعاودي زعما ديري لها البريز هكا زعما طغو ديماغها. وكاين اللي قال لي زعما خدي لهاديك الفيلتر ديالها ونقي هذاك. ديما كنقي انا مره في 15 يوم البنات، ونهار اللي كنكون واحله في شي حجره كنحيدها كنفطوسها في الاول تما شي حاجه اخرى. وكاين اللي قال لي زيدي الملحه. الوغ الملحه ما كنعرفش فوق نديرها وفوق ما نديرهاش، كنديرها مره وبوتيت تكون الملحه هي اللي ناقصه. مي جو مابي راني درتها هادي شي 3 شهور واقيله وما عرفتش. غادي نمشي نشري لها الملحه ونكفيها على الله تكون الملحه، يسينو غادي نطفيها ونغودي ماغيها. وهذا المهم غادي نسيي كاع داكشي اللي قلتو لي. سي سا مارش راه غادي تعرفوها هنايا، سي سا مارش بار غادي تعرفوها في هذا الفيديو. المهم غادي نديكم معايا وكما العاده بارطاجي معكم اي حاجه. عييت، صبر ندير بوز. المهم اي حاجه كيف كتعرفوني غادي نشاركها معكم، واي حاجه درتها غادي نشاركها معكم. بقاو معايا البنات وما تخنطوش. يلا البنات انا يلا داخله الاكسيو، غادي نقلب لكم نوري لكم كي اللي كان. المهم انا لقيت هنا شي حاجات، يمكن حتى الغدا اللي غيدخلوا السلعه ولا ما عرفت. المهم عندهم هادشي عامر، ولكن بوتيت اليوم الاثنين حيت نهار الثلاث اللي كيدخلوهم ولا الاربع. وانتو كان غادي نصور لكم اللي عجبني. خديت واحد جويجات، خديت هادو هاد الغلافات ديال الوسايد زوينين هادو، حيت ديجا خديتهم. هما داروا هنايا كاع الالوان، بزاف ديال الالوان، خضر بارد، زروق فونسي، كاين الابيض سورتو الابيض. خديت منهم وعجبوني بزاف ورخاصين، 2.79 وما فيهم جوج، وكاين لوسيدات بحال هكا. المهم هنا جابوا شي دي ماسك، سبعه د لي ماسك يعني ست جوغ كتستعملي كل مره واحد، ثلاث ما كاملاش 3 اورو. كاين دي برودوي اللي جابوا جداد واقيله حاطينهم هنا. سولكم شويه البنات راكم عارفين. جابوا دي باسكيت للدراري الصغار كيبانوا مزيانين بامال. ناحيه الشبيكه البنات كاينين هادو اللي خديت انا من ليدل ديك النهار في الابيض، كاينين في الكحل جابوهم كيديروا قيله هي 7 اورو 29. كاين هادو فوالا انا جيت هنا، كاين هادو عجبوني صراحه. تحطيهم غير ولا ما عندكش كاع تاسيه، تحطيهم غير في شي ماريو هكا داخل ولا مولبات، تحطي فيهم ليليت ديك ليليت اللي ما كتلقاي فين تجمعيهم. صراحه هذا غزال، شوف شحال داروا له، كاينش الثمن. 4 اورو 29 زوين. ناخذ الابيض غزالين، في الابيض زوينين. جابوا هاد لي باني هادو غزالين البنات. انا راني في اكسيو ديال لي ماي بوتيت، هذاك دبوش لي ما نعرفوش تلقاو شي حاجه. عجبني بزاف هاد الباني هادو، شتي تحطوا فيهم حويجات هكا كيعطيو منظر غزال. تقدروا تحطوا فيه حتى شي شميعه ولا شي فاز صغير وتطني وتحطوه، مثلا الا عندكم شي فاز هكا حاطينو هي هاي بوحديتو تحطوه في هذا ويعطي منظر غزال. عرفتش اللوينات اللي جابوا فيهم. ناخذ هذا بعد الكري في هاد لا كولور. Tu vois quand on a retravaillé le rayon la dernière fois. Ouais. Mais là on va le faire mais la totalité du rayon. OK. المهم انا نسول لكم شويه شويه، كاين هاد لي غونجمو هادو الكبار. زادوا منهم. وبالنسبه للمعنات هنا راه كاين شويه، هادو هي البلاستيك اللي كنسول لكم. سمحوا لي راجع لكم التصوير كيتهزز شويه. ما عنديش لاباراي. بالنسبه لنا راه نفس الحاجه، انا هادشي ما كنحتاجش نشوفو، ديما اللي محتاجه في ديكشي ديال الملفات وهذا تلقايه هنا. هادو بالنسبه للميكات توجو باغاي عاوتاني. شنو جابو جديد هنا؟ المهم الا شفتو شي حاجه نتوما بغيتوها ها هما. هذا ضروري ما ناخذ ستوك ديالو، ريحتو كتسطي البنات، الريحه ديالو كتبقى يومين في الطواليت غزاله. يلا ساليتو عندي هذاك ديال لامونت، عندي هذاك ديال لامونت وهذا الغوز احسن واحد غزال.
زوينين هادوك طويسينات صغيرة وتنين لزيت الزيتون غزالين. هذا زوين البنات للصيف تاو ما داروا فيه الصيف زعما المشروبات للمشروبات الصيفيه زعما تقدري تحطي فيه الماء مع النعناع والسيترون هذا يجي داكشي منعش. بالنسبه للمعنات لقيت نفس الحاجه من غير هذوك اللي صورت لكم في الاول لي برودوي. نقلب على واحد لي برودوي قالت لي واحد البنت راه كيديبوشي الماكينه هاد المعنات يعني نرشوا فيه قالت لي في الزرق نرشوا فيه وصافي وكيخدمها زعما مزيان ماشي هذا ديال الدجاج ما عرفتوش. المهم نقلب عليه ونرجع معكم من بعد. البنات انا لقيت داك البخدوي اللي كيغسل الماكينه ديال المعان هو هذا اللي هضرت لي عليه وقيله قالت لي راه في الزرق هو هذا اللي هنا كيغسل المعنى ماشي المعنات كيغسل الماكينه كينقيها هما المبحل الخدمه ديال الخل وبيكربونات اللي كندير انا يعني هذا كتحطي هذا فوالا. ولقيت حتى الملحه جاتني رخيصه من هاد لا مارك في فينيش فيها كيلو فوالا غادي خديت منها جوج. وانتو كتبوا لك هنا الصابون ديالو مع انا اصلا كنستعمل الصابون ديالو في الماء مع الملحه وهذا الملمع زعما الملمع ديالو هو هذا انا ما كنديرش داكشي نتاع الملمع صراحه. الا بغيتي يخرجوا لك المعنات كيلمعوا ديري غير الخل في بلاصه هذا فين كيدير ليكيد كيخرجوا لك المعنات كيلمعوا فريمون صافي. البنات هذا ما كان المهم انا خديت هذا الملحه بوتيت ما نمشيش لكارفور كاع نشوف داك الساعه واش خاصني شي حاجه. المهم بعدا جبرتها على الله يخدم لي. وي بالنسبه لهذا خديت جوج هما راه كيديروا 5 اورو تقريب نشوف واش نغاديهم بجوج ولا لا. وانتو كالاخو الابيض خاصني نبدلو حيت كيتحل. زوينه ديالي انا في الدار. المهم نوريكم داكشي اللي خديت من اكسيو ماشي شي حاجه بزاف يعني ما تستناوش مني انني خسرت شي حاجه بزاف. ديجا يلا وصلنا من الاخر يعني ماشي ما محتاجه شي حاجه بغيت غير داكشي ديال الماكينه وميم تو جبرت شي حاجه في اكسيو وقدمتهم معايا. المهم الحاجه اللي مهمه بالماكينه اللي غادي نصايبها معكم ان شاء الله يا ربي تصايب دعوا معايا البنات. هذا هو البرودوي اللي وريت لكم كنت صورته لكم في اكسيو خديت منه هذا كرخيص وفيه جوج الجوج مرات. وخديت هاد ضروري مني كنمشي لاكسيو ضروري ناخذ لسام شي حاجات هاد اللعبات هادو اللي كيكونوا في هاد البيضات خديت له جوج راه عطيت له وحده كيلاقيني عند الباب مسكين ديما كيلاقيني عند الباب هو كيعرفني مني كنخرج ضروري خاصني نجيب له شي حاجه مولفه. وجبت هاد البرمه هادي الكبيره ودابا حتى تشوفوها بعدا هادي الصغيره باسكو دابا خاصني نكبرها يعني خاصني ندير لها واحد كبير. ودابا ديك السله عاد خاصني نبدلها ولا ما عرفتش المهم خاصني نبدل السله وصافي. المهم خديت هذا كبير باش يلقى فين يتغرس وخاصني نجيب له الرمله ما عنديش الرمله دابا حتى داك الساعه نجيبها له ولا وخيلا عندي شي حاجه لهيه ونحيدها ونزيدها له. وخديت هاد البرودوي هذا خديت منه ستوك عندي واحد ودابا جبت منه جوج هذا الزوين ننصحكم مليون في المية البنات كيدير 1.9 سنتيمات غزاله البنات هذا مليون في المية شريوه وعاودوا شريوه كديريه في الطوال اللي تحاشاكم في ديك لي بون هكا كتحطيه واحد 30 دقيقة ولا جوج ساعات ولا ساعة وكترجعيه وكتحكيه وعلى ريحة بلا ما تشربي له ديك الميلة ولا بغيتي من بعد تزيدي نقول لكم انا كي كندير له باش ما نقويش عليكم. صبروا ما عنديش فين نحط التليفون هتحطيه فوالا كتشوفوني هكا مزيان كتشوفوني. المهم كيف كندير له كنشد طاس حاشاكم كنديرو فيه من ديك التقابين داخل هكا كندوزو فيه بحال هكا مزيان كنخليه كيهبط هو على كلشي الطاس الروينات تام صافي. وكتخليوه واحد 30 مينوت وهذا كترجعوا عنده بهذيك باش كنمسحوا حاجهكم التواليت كتغسلوها مزيان من بعد كنهبط الماء وعاد ديك اخر حاجه كنديرها هي كنكب وكنخليه كيطلق ريحه عرفتوا يومين تشموا ديك الريحه كتسطي هذا احسن ريحه. خديت هذاك ديال المينطا اللي في الخضر ديال النعناع ولا ما عرفت ريحته صافا ولكن هذا اللي زوين صافي. خديت منه جوج كيف قلت لكم بعض المرات ما كنجبروش هذا الغوز. وخديت الملحه هذه اللي غنستعمل الماكينه دابا نيت غادي ندير وحده واقيلا ياك البنات النصائح ديالكم عافاكم البنات النصائح ديالكم في الماكينه مشحال كتحتاجوا مشحال كتحتاجوا د المرات ديروها للماكينه الملحه وشحال كتحتاجوا د الخنيشات واش هاد الخنيشه كامله نخويها ولا اقل اولا. المهم انا غادي ندير وحده كامله دابا حيت دابا ما غاديش تقدروا تجاوبوني دابا مي بور لا بروشين فوا يعني قولوا لي واش كتحشي وحده كامله ومشحال المده من المده كديروها شحال من مده
لا كنقولوش هكا، كنقولو شحال كتبقاو عاود كتعاودوها ديروه، يعني شحال كتخليو هاد المده بينات ما عرفتش يعني شحال، واش كل شهر كديروا كتبدلوا الملحه ولا كل شهرين ولا كل شهر ونص؟ المهم قولوا لي هادشي، ما كنفهم فيها والو، نكذب عليكم حتى كتغسل الحاجه عاد كنوحلو. صافي خديت هاد الكاطو هذا بسكوي هايده، راه مورا توك ما نجيب له انا شي بسكوي، اصلا ما عمر كيعجب له الحال، كيعجب له هو يمشي يختار، ما كنعرفش نشري له داكشي اللي كيبغي، كنجيب داكشي اللي كنبغي انا. وخديت هذا رخيص وكيكون زوين، ملي كيتحشى في الثلاجه كيجي غزال فوالا. وخديت هادو، هاد الغلاف ديال الوسايد ديال النعاس اللي قلت لكم كانوا رخاصين وصورتهم لكم. خديت وحدين في البيضين حيت عندي وحدين اخرين في البيضين، وخديت وحدين في الكري، هاد الوان كنستعملهم بزاف. صافي وخديت هاد الكريريطا هادي صغيره دجاج، ملي كنديروا الماء هيدا في الصيف كنغسل لي باركو بزاف، ديك الدجاجات اللي عندي اللي في البالكو كنغسلهم بزاف في الصيف، الشتوى ما كنقرب لهمش، كنمسحو ميه من داخل، الوسخ اللي كاين برا كيبقى فيه. خديت هاد الحكاكة هادي حشاكم من السلك، ماشي علاش حشاكم، حكاكة السلك. وخديت هاد البوشيطة هادي اللي كيديروها باش تجمعي فيها البخودوي، زعما تحطي فيها البخودوي ولا ما عرفتش، انا ما فهمتهاش شنو هي، مي قالوا لك شي حاجة كتجمع لي زاكسيسوار، ماشي لي زاكسيسوار والله ما عرفت، ريحتها زوينة. الوغ انا غادي ندير فيها شي داك الفاس الصغير هو اللي هني اللي جاني فيه اللي عندي في ديك الكوا. شنو خديت اخر؟ صافي وخديت هادو، هاد العيبات هادو ديال الكيك ولا ما نعرف، فيهم ثلاثة قلت نديرهم الا درت فيهم شي لعيبات. صافي هذا ما كان البنات، هادشي اللي خديت من اكسيون. لا شنو كنخربق، خديت هذا، شوف سمره ديجا تشنولي، خديت هذا اللي عجبني بزاف، نقلب لكم. خديت هذا البنات، هذا عجبني بزاف بزاف بزاف، هذا لو تيغوار هذا كنت خديت جوج، كنت خديت واحد في البيض وواحد في الكحل، مي ما كنتش متاكده واش يصلح لي ولا يعجبني ولا، وان توكا راه خديت هذا ومن بعد الا عجبني نزيد واحد، وما كنتش متاكده من اللون واش ناخذهم بجوج في الكحل. جو كخوا هذا البنات راه غادي نحطو في هذا الكوا هذا اللي عندي هنا، كنحط فيه لي بارفو والسيكان هيدا ملي كنجيو خارجين، المونطو كيتحط عليه كلشي. هذا غادي ندير له شي كوا هنا، وقيلا نحيد هاد لي لومب هادو وقيلا الله اعلم، اولا ما عرفت، اولا نكحز هذا ونحطو هنا، هذا ندير فيه لي ليتر، اولا نحطو في البيت نعاس مور الباب ولا اون توكا اون فيغ. المهم غادي نشوف القالو، القالو شي بلاصه. يا كسام دي كوكو ماما، دي كوكو شوف. المهم صافي حبيبات ديالي، المهم هادشي اللي خديت، ما خديتش شي حاجه، وانتو كما مشيتش الكارفور ما مشيتش حتى تجي صاحبتي، نمشيو للمترو نمشي معاهم، تسخر مترو رخيص الحال، وتما المسائل حسن حسن حسن، ما عرفتش مالي كنتلوى في الفم ديالي. المهم البنات شنو غادي نقول لكم، دابا غادي نخليكم نمشي نجبد ديك نمشي نبدل عليا بعدا ندير البيجاما ديالي، ونمشي نجبد ديك المعنات اللي عندي في الماكينه، والله ما جبدتهم باقي، نحكهم نجمعهم ونرجع معكم عند الماكينه ونشوف اش داكشي، ويمكن نوجد معكم شي حاجات حيت غدا غادي نمشي عند حمايه وحماتي، غادي ندي معايا شي حاجه في يدي، بزاف البنات طلبوني ندير المسمن، الو اون فيغا الا بقى لي الوقت راه غادي نعجن لكم المسمن وندير لكم المسمن، على الطريقه ديالي اللي كندير ديما، زعما راه ما عنديش ديك المقله ديال الثقيله ولا، عندي غير ديك ديال الكريب، هما فاش كنديرهم كيجيو زوينين، يعني ماشي بحال على العافيه وداكشي ديال المغرب، ولكن راه كيجيو زوينين وهشاشين ودغيا دغيا كيتكالو. المهم وانتو كما نطولش عليكم في الهضره، درتهم هما هادوك، ما درتهمش نشارك معكم حاجه اخرى حيت خاصني ندي شي معايا شي حاجه غدا، عيقت ديما كنمشي وما كندي والو. يلا حبيبات ديالي، حبيبات ديالي هذا البو ها كيف جالي، عمرته بديك التراب اللي كان عندي. المهم ها شنو نرجعت معكم بعدا، راه ما قلت لكم والو، هذه هي البلون ديالي، راه درت فيها البو، هذا البو كبير ها مع يدي راه كبير، هكا غادي تكبر فيه شويه وعاد مزيان حتى تكبر كثار وعاد غادي نبدلها عاوتاني. المهم البنات يلا جمعت من هنا هادشي ودرت العشاء ديالي، درت هاد الخضره هكا مفوره مع الدجاج الفوق مفور، هادشي اللي قدرت ندير فيت في زعما، وما نحتاجش قلي ودير وهذا. ايوا وجيت عند الماكينه خويت المعنات هنا درتهم هنا، وديك الطباسل وهذا بخليتهم هنايا في بلاصتهم، وشوفوا عندي هنايا فين كيكون ديك الفلتر، شوفوا راه انا كنت حكيتو يعني ما عنديش فيه الوسخ ولا غير نديتو في ديك الفلتر، راه كل 15 يوم كنغسلو معاه، هو هذاك ديالو راه ما وسخ ما غيان دوتو، دابا راه توسخ دابا ماشي يعني فغيمو ما عرفتش فين درت هذاك ديالو، المهم فغيمو ما موسخ ما غيان دوتو. ولكن البنات لهيه طلع لي الماء، انا مني شديت ديك الماء تما كنعرف بلي ديك البلاصه ما كيكونش فيها الماء، شنو مشيت درت، بقيت كنقلب واش تما شي تقبه، لقيت تما واحد التقبه درت هكا في يدي، انا لقى واحد لاغريس بحال نقولوا حاجهكم الزبده مجمده، وانا عاقله على ديك لاغريس واحد النهار ودارها لي القادوس حاجهكم ديال لافابو. صافي حشيت تما واحد اللعيبه هادي
مشيت تما هادي شوفوا حشاكم خرجت الخناز المهم وتنتفلي هذا وقلت هادي غادي تزيد تبوشي لي صافي. من بعد بديت كنسيين جبت شي حاجه جبت شي تفيتفات صغيورين ولكن كاين شي حاجه لانتيغيور والو. خويت الماء سخون صاحبتي قالت لي ديري الماء سخون مغلي درت الماء المغلي بقى لي هكاك خويت وعاوتاني بالشيفون هكا ديال الكوزينه ودرتو يعني حيت منه الماء كامل. الاخر عملنا حاجه اخرى عملنا الخل بيكربونات وعملت الخل هذا كله خل وبيكربونات دابا دليفني في الخل كله خل وبيكربونات زعما باش يدخل ديك البلاصه وغادي ياكل ديك يتكال مع ديك الوسخ وهذا والو. البنات هو في مقرور قالت لي ديري ونسيو دابا انا درتو هذه دابا شي ساعه وباقي هكا ما عرفتش غادي ندير والله ما عرفت ما غادي ندير راه ولا بقى هكا راه ما عرفتش. البنات هذيك البلاصه اللي فين كاين ديك البوشونات ما فين كتمشي الملحه هذيك البلاصه عندي ديما فيها الماء نقي زعما هذيك واقيلا هكا كتكون هاد البلاصه لا هذه اللي كتكون زعما ناشفه ها نتوما كتشوفوا. المهم راه باقي غادي ندير المعانات على ما كطيب لي هذه بغيت ندير واحد اللايف صغير في اليونا ونجرب اليونا ولا ابليكاسيون باش الا عجبتني غادي نبقى ندير فيها لي لايف شحال هذه ما درتش شي لايف صافي. ونيت نخلي هذا الخل فيها اكثر شويه اكثر هادشي اللي كاين. المهم انا نجرب هادشي ومن بعد نجرب ديك القيطه نتاع البريز نحيد البريز ونغوضي ماغيها من داو جديد. ايوا هذا ما كان هادشي اللي غادي ندير البنات. المهم غادي نرجع معكم من بعد باش نوجدوا شي حاجه ونصوم. دابا الصراحه فتلحت شويه على ما نتعشاو غادي نمشي ندير واحد اللايف صغير مع البنات معاكم نيت. المهم اللي تيليشارجات لابليكاسيون ديالهم ما تنساوش تيليشارجيوها ودخلوا سميتي اللي هي حنان شانيل بحال سميت لاشين ديالي ولكن ملصقه وتسجلوني تما حيت غادي نبقى ندير اللايفات تما ان شاء الله الا عجبتني لابليكاسيون ديالنا وغادي نبقى نطلع باللايفات تما احسن. هيدا نيت كيتعرفوا علينا ناس جداد وكيكونوا ناس اخرين ما متابعيناش زعنا على القناه. بالنسبه للبنات اللي غيسولوني شنو درتي في العشاء انا درت الدجاج كيف قلت لكم هيدا درت اللي في لي ديال ماشي الصدر ديال الدجاج هكاك مكمول هنا نص كيلو وربع وقيله حيت ثلاثه د المرصويات ودرت لهم غير مليحه وشويه الثومه بودره وشويه البزار وهنايا درت خيزو بطاطا وجلبانه وبواغون و صافي واقيلا هادشي لا والبروكلي ياكو ودرت له واحد الفيلي زيت زيتون صغير شويه زعما ودرت مليحه ابزار وشويه ديال المعدنوس وقزبر وصافي وشويه ديال ديك البودره الثومه هادشي اللي درتها البنات وخليتها بحال هكا. الا بغيتو تسوطيوها من بعد في الزبيده هكا كتجي زوينه بغيتو تخليوها بحال هكا كتخليوها بحال هكا اللي بغيتو البنات انا كنخليه بحال هكا كيجي بنين. البنات انا رجعت معكم. المهم لاخذ لي هذا ما كملت والو البارح بالليل خليت. المهم شنو درت هي غسلت المعنات وهذا. المهم الماكينه درت لها الخل وبقى بايت فيها البنات يعني فريمون بقى بايت فيها ولكن بقات هكاك. المهم باقي غادي نلقى لها شي سوليوشن. غادي الاول شنو اليوم اليوم لاخذ ليه نهار اللي غادي نمشي عند حماتي. المهم كاينين دراري صغار تما وهذا كلشي الو قلت ندير شويه ديال المسمنات للكوتي والا بقى لي شي وقت ندير لهم واحد الكاطو ديال الشوكولاته كيفرحوا له سينو غادي ندير غير المسمنات وصافي. وإلا مشيت لكارفور ولا ناخذ شي كاطو من تما صغور هذا ما كان وفوالا غادي نشارك لكم مسمن الطريقه ديالي من على الطريقه اللي كنديروها فيها حنا في الدار في العائله. المهم ماما وهذا داكشي الطريقه ديالي. المهم غادي انا غادي نعجن المسمن في الروبو ولكن تقدروا نتوما تعجنوه بيديكم 20 دقيقه راكم عارفين المسمن كيعجبلو كيعجبلو التدلاك. عندي هنايا اول حاجه في ليزانغاجي عندي هنايا 400 غرام ديال الفرينه ديال الطحين دقيق هذا النوع ديال الفرين اللي استعملت هذا الفرين هذا ديال الكاطو فوالا كيجي فيه احسن المسمن. فوالا البنات 400 غرام وعندي هنايا 100 غرام ديال السمول سمول رقيق سميده رقيقه كاع اللي دايره بحال الطحين فوالا هذا السمول هذا عندي منه 100 غرام وغادي نحتاج هنايا نص معلقه صغيره ديال الخميره ديال العجين اولا الخميره عاديه اللي كتكون بحال هذيك ديال المغرب معجنه ديري منها واحد القرصه اللي كتجيب لك العبار ديال نص معلقه صغيره فوالا هادشي اللي غادي ندير ونحتاج معلقه صغيره ديال الملحه غادي ندير معكم دابا هاد المرحله هادي معلقه نزيد شويه فوالا معلقه صغيره ديال الملحه سمول حتى هو غادي نضيفو هنايا 100 غرام وواحد نص معلقه ديال الخميره ديال الحلوه فوالا بحال هكا فوالا هي شويش ماشي بزاف البنات
هادشي اللي غادي نحتاجو فيه. دابا ملي درت هادشي غادي نحتاجو الماء بيان سور، الماء عادي يعني ماشي بارد جامد ماشي تياد، المهم الماء عادي يعني بحال الماء اللي كنشربو عادي جدا. غنضيف فيه واحد الكميه ديال الماء بحال هكا ونحطوها البنات يتعجن. غادي نحط بحال هكا وغادي نبدا نعجن ونخليوها تعجن على خاطر خاطرها البنات، ما زعما نتوما عجنوها باليد اللي غادي تعجن باليد 20 دقيقه كيف قلت لكم بلا ما نعاود لكم الهضره وصافي صافي. العجينه خليوها تعجن وانتم كتزيدوا الماء يعني كتشوفوها واش صافي الماء خاصها وكتزيدوا، لقيتوا الماء هو الجد راه سيبو. المهم راه العجينه عجنوها حتى كترجع العجينه لي كيف كتعرفوا. البنات ها انا خديت العجينه عندي هنايا، صبروا دابا هادي زبده نزيد عليها شويه زيت. المهم غادي نحطها هنايا بعدا كيف كتشوفوا راه كترجع رطبه بحال هكا، خاصكم تعشنوها تترجع بحال هكا. المهم عندي هنا واحد طويسه صغيره درت فيها شويه الزبده ذوبتها وغادي نضيف عليها زيت المائده، المهم زيت لوسيور ولا المهم اللي عندكم، نضيفوا عليها شويه زويته ايوا صافي ونخلطوا ما بينهم وصافي. تمسحوا غير الا كان عندكم لو بلون طافاي يعني بحالي بحال هاد العيبه هذا ديروا فيه دير تعجنوا عليه ديريكتومون، الا ما عندكمش خاصكم شي قصيعه ولا شي صينيه تكون كبيره تكون ليس يعني فوالا، دهنوها هكا من الفوق وهكا راه كتجي بحال هكا راكم شايفينها ها فوالا، كتخدمها الروبو كيخدمها مزيان، خاصكم تعجنوها حتى تكون بحال هكا. ودابا البنات صافي غادي ندير لها غير كويرات نكور لها كويرات، انا كيعجبني مسمن صغير صراحه نكذب عليكم كيعجبني صغير وطني فوالا. بالنسبه للمقله البنات فاش غادي نديرو، انا ما عنديش ديك المقله اللي كيقولوا لها بالريفيه الخدام يعني ما عنديش هذاك، عندي غير المقله عاديه اللي كنطيب فيها عادي يوميا، وعندي ديك الكريب عرفتوا هذيك لا غاكليت اللي كنديروا فيها الفرماج مع البطاطا في الشتوى، كتعجبني انا في الشتوى ديال الغاكليت الماكينه ديال الغاكليت، وعندها لي كريب من الفوق الا بغيتي ديري لها لي كريب تما فين كنديرهم نورمالمون. ودابا غادي نشوف واش نطيبها في هذوك ولا في المقله موفيغا. انا هادشي اللي كندير صراحه، كانت عند حماتي ديك ما عرفتش كيسميت هذيك المقله الثقيله نقول لها انا، راه هي عند حماتي ولكن ملي جبتها ما كتمشيش على انديكسيون وميم تو كبيره بزاف على البوطه ديالي البوطه حتى انا، المهم على لابلاك ديالي صافي. البنات غادي نكور هكا وكنحط هنا وغادي نرجع معكم ملي غادي نكملها. البنات المهم انا كورتهم كاملين، المهم كنكورهم هكا بحال عادي يعني كتكورهم التكويرات ديال المسمن. دابا عندي هنا ليسباس غادي ناخذ الزيت والزبده ديالي غادي نصايب بلاصتي هنا. شوفوا البنات انا خرجت لي هنا 12 دويره صغيورين ياكو، ولكن انا نورمالمون في المسمن هذا اللي كنديرو ملي كنديرو راسي كيخرج لي دابا هنا 12 غادي يخرج لي الله الصلاة. نقول لكم علاش، باسكو كندير وحيده مسمنه وكنطلق الثانيه كندخل فيها مسمنه الاولى وكنسدها باش كتجي مروقه مورقه كثار وكتجي زويونه كثار. مي دابا حيت ماشي عند حماتي غادي نديرهم مسمنات عاديين بطريقه عاديه، المهم راه حديت انا مع رد الزبده واقيلا. غادي نبداو دائما بالدواره اللي دورناها الاولى يعني ديك الاوليه كاع هي اللي غادي نبداو بها وغادي نطلقها بحال هكا حتى تطلق لي كامله، حاولوا ما تقطعوهاش فوالا. اللي ما كيعجبهاش مذاق المسمن البنات راه وقيلا سبق لي شاركت معكم واحد المسمن اللي درت فيه الفاني حيت كيعطي لواحد مذاق زوين عاوتاني كيجي ديفيرون. اللي ما كيعجبهاش مذاق المسمن بوحديتو زعما مقليه قليل اللي ما كيعجبلهمش المذاق هكاك، ولكن اللي كتبغي تجدد مثلا راه ديجا سابق لي درت لها مسمن. المهم عندي هنا السومول، السومول فين هو داك باش عجنتو نيت، غادي نديرو الرشو بحال هكا عليه وعاد نطويه، ما نطويهش قبل ما نرش عليه الفينو فوالا. التطويه ديال دايما هي هادي وهكا البنات. واللي بغات ترش السومول هنايا حتى هنا ترشو فوالا
من بعد هذه تسدي بحال هكا وتسدي عليه بحال هكا وتخليها كوتي بحال كاع المسمن ترديها لبلاصتها صافي البنات. ودابا ناخذ الثانيه وغادي نبقى بنفس الطريقه. هي نورمالمون الا بغيتوا ديروا داكشي اللي قلت لكم راه نورمالمون هاد الثانيه هذه اللي خديت دابا غادي تطلقوها مزيان بحال الاولى وداك الساعه تحطوا في وسطها هذه. غادي نوري لكم كيفاش. كتحطوا في وسطها هذه هكا ياكل البنات وكتسدوا بحال هكا عادي جدا كتسدي هانا فوالا وكتحطيها كدعكيها بحال هكا شويه وكتحطيها مطيحة حتى من بعد عاد كتعجبي كتصايبيها باش تحطيها في المقلى. هذه دابا راه درتها فيها جويجات ولكن الاخرين غادي نديرهم واحد بوحده. المهم راكم كتشوفوا البنات من بعد ما ساليتهم هانتوما درت هنايا هاد اللعيبه هادي ديال الغاكليت راكم عارفينها كديروا هنايا ديك المقيلات صغيورين للفرماج وهنايا عندها هادي ديال الكريم راه سخونه وهنايا عندي المسمنات ديالي شاده غير التليفون ما ديوش عليا. المهم عندي المسمنات ديالي طلقتهم انا غادي نبدا باللوليه. هاد اللوليه فيها جوج الى عقلتو درت لكم ديك الطريقه اللي كندير انا على حال مي هادو اخرين فيهم وحده وحده. غادي نبدا بديك اللوليه اللي درت فيها جوج الو غادي نبدا ببركة الله. ديجا هاد المقيلة غادي داك الساعة ندير فيها شوية ديال الزيت البيضة هايلة زيت لوسيور وغادي نمشيها في داك المقلة هاكا أولا المقلة استعملوا أي حاجة وصافي. وغادي هادي نطلقها معاكم هنا وتشوفوا كيفاش. غادي نطلقها في نفس الخليط اللي بقالي من الزبدة والزيت. كيف قلت لكم هاد المسمنه راه كانت كبيره وين جات لي جوج جوست هنايا مي هادو راهم صغارين كيتصلحوا لي هنايا احسن. صافي دابا غادي نخليها طيب واحد 3 دقائق 4 دقائق من هاد الجهه ومن بعد نقلبها من الجهه الاخرى عاوتاني 3 4 دقائق هكا. صافي البنات من بعد ما سالي 3 دقائق غادي نجي نشوفها هكا واش طايبه من هنا. فوالا طايبه غناخذها بهذا واش ما نهرسها خذها بهذا هانتوما البنات. المهم عرفتوا جربت واحد الطريقه اللي كنديرها لا ديما ونسيتها هي ملي تجيو تقرصوهم هنا قرصيها غير شويه البنات على ما تطلع غير شويه ومن بعد خديها هنا فين تكملي لها باسكو انفو كتاخديها كتجبد بحال الالاستيك وكترجع لي كبيره. شوفوا كيخرجوا لي معاقين مزاكن مني كنجبدهم بحال هكا كيخرجوا معاقين معاقين كيديفورماو يعني في الفورما ديالهم كيديفورماو ونصنفو. دابا انا ماشي عند حماتي وصافي مي الا بغيتوهم بارفي ديروا لهم بحال هكا. شوكا غادي نشوف واش طابت من التحت مزيانه هوب فوالا كتخرج مورقه الا كتشوفوها شفتوا عاد حسن في ديك المقله الثقيله كتنفخ لي بحال هكا يعني كتكون منافخه بحال هيدا كتجي احسن في المقله الثقيله. مي اون سون فو دابا راه باش ما عندنا راه نديرو المسمن راه حنا في فرنسا. يلا حبيبات ديالي نشوفكم حتى نسالي كلشي هادشي. المهم الطريقه راه هي هادي كيف قلت لكم ما تقرصوهاش بزاف زيدوا لها شويه على هادي بحال هكا وصافي زيدوا لها غير شويش وحطوها في ديك البلاصه راه كتجبد هنايا اوتوماتيكمون ملي كتهزوها. صافي يلا نتلاقاكم من بعد البنات. انا رجعت معكم البنات. بالنسبه للماكينه ديالي اش غادي نقول لكم غادي نخليها هكا دابا هذا خل غادي نحيد من هذيك الخل
وقيل ما غاديش ندير لها الفلتر، غادي نخليها هكا وغادي نديبرونشيها البرونش ديالها راه عندي لهيها، نديبرونشيها ونغوتي ماغيها وحتى نرجع بالليل عاد نشعلها ونشوف يكون خير ان شاء الله يا ربي. ادعوا معايا البنات والله العظيم. البنات هما مسمناتي، ما عرفتش علاش كيبان هكا مزيت التليفون. المهم هما المسمنات ديالي حبيبات ديالي فوالا كيخرجوا مورقين ما نحلهمش دابا باسكو ديجا عندي هنايا الجهد الو حتى نوصل تما ولا حليناهم وغادي نوريهمكم. كيجيو زويونين راه ربي عاد كيجيو بحال هكا فهاد اللعيبه راه نورمالمون خاصهم المقله ديالهم هما باش كيجيو زوينين كثار، مي اون توكا راه جاو زويونين ها هما. خليت هي هذوك اللي صغيتو طنين بحال هكا في نفس الحجم كيف قلت لكم كيف وريت لكم قبيله نفس الحجم نفس الحجم الا ديك الكبيره اللي فيها جوج خليتها ديك غادي تعجب لعمي. فوالا البنات ها هما. المهم هنايا تسعود جو كخوا ولا 10 ما عرفتش، اون توكا راهما هنايا. انا غادي نمشي دابا نلبس عليا ديجا ونصايب ليهم شي ديك خوفيت. المهم غادي نصايبهم مع لي بات هكا نتغداو فيت في سمرة تغدا ديجا نتغداو فيت في اي سي بو غادي ندوز نمشيو عند حماتي اي غادي نشارك معاكم ومن بعد نقول لكم سلامه يلاه بقاو معايا البنات. احنا ماشيين انا خديت المسمنات فدايره لون الميكا ما كيبانش صافي احنا ماشيين ناري على مراكا راه اولو طيفا سام شوف سام محمل الزعبوله الزعبوله مطخو سكادو مطخ سكادو 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 جدا المهم بس تسمع جات لي الحاله يلا واحده ماشيين عند حماتي حبيبه ديالي انا اشنو لابسه جين وهاد اللعيبه عجباتني شابو ناري على عيني وانا لبست هذا البنات صافي. المهم حنايا وصلنا عند حماتي ما صورت لكم هنا حدا الباب حيت كاين اصوات والعجب من داخل كاين صوت التلفازه صوت الدراري صوت ديال كلشي. المهم البنات صافي غادي نقول لكم تهلاو لي فراسكم بزاف بزاف وكنبغيكم بزاف بزاف وما تنساوش بيان سور الا كنتو باقي ما اشتركتوش معايا بيان سور ضغطوا على اشتراك والجرس باش توصلوا بكل جديد ولايكيو لا فيديو الا عجبتكم. نقول لكم تهلاو لكم تهلاو لكم تهلاو فراسكم بزاف بزاف و نوح عليكم نشوفكم في فيديو جاي بسلامه.